المتباري. جمعية قفة الشمال طنجة المدرب مصطفى قمة. حزنك لي بمناسبة المشاركة ديالنا في الدوري اللي نظمته جمعية نمور العمرة للملاكمة، شاركنا واحد جوج ديال واحد أربعة ديال الملاكمين. الملاكمة الأولى كانت دعاء العمراني وأسماء العطلاوي جوج كسوا على الأوس. أول حاجة كنشكر الأصبع الجهة الساهرة على تنظيم هذه التظاهرة الممتازة، حتى كنشكر الرئيس ديالنا سي عبد الجليل بلبا اللي كيصرع على كل صغيرة وكبيرة في هذه العصبة. وبالنسبة للاستعدادات ديالنا لهذا البطولة الاستعدادية، كنا استعدنا بشكل كافي وأطرنا أنا والأستاذ السي محمد الجاوي اللي توا بدل واحد مجهود كبير في تأطير هذه البنات والبنين اللي تريدوا معنا في النادي. أول حاجة غنقدم البطلة دعاء عمراني اللي حصلت على فوز الأول ديالها في ثالث مقابلة مشاركة ديالها، وهذا الفوز الثاني ديالها بعد ثلاث مباريات اللي حصلت على الفوز الثاني. خليوها تعبر لنا جمعية العمرة بالعرائش، كتكون كذلك جمعية طنجة المصيبة اللي كتمنى المقابلات الاستثنائية، وأنا فرحانة بالفوز هذا. شكرا لك. نورمال عادي، ماشي شي حاجة شي مقولة، كيريد كنت شديتو أي دعيتو صافي شديتو سهل. نعم كانت المواجهه ديالي مزيانه بزاف، وغير بالنسبه للطاقه الشمسيه يعني غير واحد شي الحراره وصافي صافي، هذا ما كانوا كانت مزيان. انا عبد الله ويموتي لجميع قفة الشمال، قفة الشمال طنجة، كان فرحانة بالفوز ديالي في هاد المباراة، وكنبغي نشكر جمعية العوامر على التظاهر الجميل وشكرا. نزيدو نطورو في دي بطولة المغرب ان شاء الله، دي بطولة المغرب ولا كنت بلاصه بطولة العالم. فوز الاول ديالي المشاركه الثانيه ديالي، هذا الفوز الاول.